أحسن الله إليكم يسأل عن حكم تعليق الأحذية وكف اليد وبعض الحيوانات كالكلاب والقطط في السيارات خوفا من العين أو الحسد، هل من التعاويذ الباطلة والالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ لا يجوز وضع الحذاء ولا الكف ولا شيء من رؤوس الحيوانات، هل من الشرك بالله والاعتماد على غير الله عز وجل؟ الذي يدفع الشرور ويجلب الخير هو الله جل وعلا، وهو الذي بيده الخير، وهو الذي يدفع ويرفع الضرر ويمنع الضرر والمرض هو الله جل وعلا. فيجب تعليق القلوب بالله، توكل على الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الالتفات في هذه الأمور واعتقاد أنها تنفع أو تضر من عند الله من دون الله، أو أنها أسباب لجلب الخير أو أسباب لدفع الشر، فإن الله لم يجعلها أسبابا، وإنما السبب الحقيقي هو التوكل على الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. نعم.